السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل خلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم إيمان البربري، تخصص مكان هندي والمكنة جيك ويخيط بإذن الله. النهاردة هيكون موضوعنا إن شاء الله برضو عن المكنة الهندي، وهي إيه. الناس كتير سألتني إزاي بنزيت المكنة، لأن في أماكن تزيت طبعا غير المكتوب عليها أويل. هنعرف دلوقتي إيه بالظبط الزيت يا جماعة. كل نقطة مكتوب عليها أويل بنحط لها زيت. تمام، احط بقى زيت فين؟ هنا عايز باخد بس الموبايل كده معايا في ايديا. هنا مثلا مكتوب اويل، تمام، احط كده اهوت اهو كده. انا معايا طبعا حاجه كده، يعني ايه عندي موجوده اي بخاخه مثلا بتاعت انف كده هو بتستعمليها، او اي مثلا حاجه تكون في ليها كده بوزه رفيعه كده اهوت. حتى لو سرنجة ممكن تشيلي، لو ما عندكيش اي بخاخه يعني ممكن تشيلي، تجيبي سرنجة وتشيلي السن بس، وبتملي الابره بالزيت وبرده ايه بتعملي بيها كده. تمام كده، هو زيت اهوت ماشي. وهنا نحطه هنا زيت، هنا مكتوب اويل برده، وفي اماكن برده احنا مش مكتوب عليها اويل فلازم نزيتها اهي كده. وهنا اهو كده برده ماشي. وطبعا هنا لان المكنه بتروح وتيجي معانا ده، هو بصوا المنظر يعني بتطلع وتنزل معانا، فلازم ان احنا نساعدها كده اهو. موصل من الاسمر ده كده، تمام. وهنا طبعا كده اهوت نسيع كل دوت اهو كده. وهنا كل دوت لازم نعمله كل مره بنستخدم فيها المكنه، تمام. وهنا هنرجع هنا نفتح هنا، تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا بس عشان ماسكه الموبايل معلش عشان يبقى قريب عليكم اهو كده. بصوا هنا دي كده، احط كده نقطة اهي، واحط هنا، وهنا طبعا لانها بتلف بيها كده اهو ماشي. وفي هنا بصوا هنا في فتحة هتلاقوها كده اهوت موجودة، بصوا هنا اهوت فتحة ديت. في طبعا هنا في زي برضو حاجات كده اهوت اللي هي بتلف، بتاخد المكنة بتلف بيها، او مواسير مثلا زي الماسورة اللي احنا حصلت معانا واتخلعت دي اهو كده اهوت. هنحط هنا ده هنا كده، تمام كده خلاص. هنا طبعا الجزء دوت كده ده، تمام. كل دوت بحطه زيت، لازم كده كل مرة بنشتغل فيها ونخلص. كده احنا فتحنا دي كده، هنلاقي خرم هنا كده اهو كده، هنحط فيه زيت، تمام. الاماكن دي كده بندخل كده بنحط، تمام اهو كده منظر ده. وطبعا ورا هنا اهو، وبنحط. بصوا انتوا لو لاحظتوا ان انا ايه الاماكن دي فيها زيت، ليه؟ انا مزيتاها كويس جدا، تمام اهي. في النقطه دي كده بحط زيت، وحواليها كده اهو كده. كل دي زيوت لازم نحطها، يعني الزيت ده لازم يتحط كده في الاماكن دي كلها. وهنا كده هنا اهي كده، تمام ده اهو. الحاجات دي كلها ايه اللي بتلف معانا ولازم تبقى ايه سلسه معانا، فلازم نحط مكن، مش اي زيت، زيت مكن اللي هو الابيض، مش الزيت اللي فيه ساعات زيوت بتبقى مختلطه وبتلاقيه مصفرة. فانت لما بتيجي تشتري اللهم صل محمد الزيت بتلاقيه لونه ابيض مش لونه اصفر. لو لقيت الاصفر ده ما تجيبوش، تمام اهو كده، عشان ده بيبقى مخلوط، فبيبقى طبعا بيبوظ المكن، وبالذات المكن اللي هي الكبيره اللي هي الصناعي او المكنه العاديه، تمام اهو كده. احنا بص غرقناها زيت اهي هنا كده برضو. انا بتاعي دي فاضت معايا، فايه اللي عايزه تتملي لسه، بس زي ما شايفين كده اهوت ظبطتها كلها زيت الحمد لله، تمام. والاجزاء كلها اهي بصوا مزيته ازاي. فده لازم الحاجه دي كل مره بخلص شغلي فيها زي ما قلت لكم كده بالفرش بنضف الاول، عشان طبعا بصوا اهو السنجف ازاي، تمام. بنضفها كويس جدا حوالين بقى طبعا شغلي هنا وهنا وكده، عشان بيبقى في ساعات وبره من القماش بتطير، فاحنا مش عايزين الوبره دي تبقى موجوده على الحاجه بتاعتنا. وبعد كده بزيتها بقى زي ما قلت لكم في الاماكن الاويل كلها والاماكن اللي انا قلت لكم عليها. والمكنه هتبقى ما شاء الله معاكي، تعيش معاكي يعني تورثيها كده لاولادك واولاد ولادك. فان شاء الله العمر الطويل باذن الله ليكم، اللهم امين يا رب.